كابتن حشيش، ويعني النادي الاهلي يستحق الحقيقه ان يكون بطلا للدوري. اتريق البعض على النادي الاهلي وقال كذا وقال كذا وقال كذا، ولكن في النهايه البطل هو البطل. عايز اقول طبعا مبروك لجمهور النادي الاهلي كله في مصر والوطن العربي. لو سالت اي واحد في جمهور النادي الاهلي السنه دي الدوري ده بالتحديد يقول لك بص الأربعين اللي فاتوا دول كوم، والدوري ده بالتحديد كوم. اولا النادي الاهلي شاف زي ما انت قلت اصابات كتيره جدا، شاف ظروف صعبه جدا، تحامل عليه من جهات كتيره جدا، تطاول من ناس كتيره طبعا، تطاول من يعني من ناس كتيره، مجلس اداره استحمل السنه دي يعني بما فيه الكفايه، وما شفناش في يوم من الايام خلال الموسم حد من مجلس اداره او رئيس مجلس الاداره او الاعضاء او حد مسؤول في النادي الاهلي او حتى هنا في القناه اسلام حد طلع قال كلمه في حق حد غلط ولا حاجه. ولا عمرنا هنطلع يا كابتن حشيش.